أثابكم الله. يقول السائل: كم تعادل زكاة الفطر بالريال السعودي للشخص الواحد، وما هو أحب وقت لإخراجها؟ زكاة الفطر ليست بالريالات ولا تقدر بالريالات، الرسول صلى الله عليه وسلم قدرها بالطعام بالصاع، كما في حديث ابن عمر وغيره، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد الصغير والكبير صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، هكذا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقدرها بالدراهم. ما جاء ذكر الدراهم في أي رواية من روايات الحديث، وإنما كلها تنص على الطعام وعلى مقدار الصاع، على مقدار الصاع، فلا يجوز إخراج القيمة، ما يجوز إخراج الدراهم، لأن هذا إذا أخرج الدراهم لم يعمل بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من إخراج الطعام. نعم.